المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش يجي يجازف والباقي بقى انت عارف. هجوم في السماء هجوم في السماء مفيش للخوف مكان وسطنا. هجوم في السماء هجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. هجوم في السماء جاهز النهارده؟ هي بصراحه جاهز جدا. طيب انت عملت سكاي دايفنج اصلا 50 مره بالظبط. احكي لنا بقى البدايه كانت امتى وفين وازاي. البدايه كانت في 2016. لقيت اتنين صحابي اتنين مصريين كانوا مسافرين مش فاكر فين بالظبط. فهم اصلا واحد عايش في الامارات واحد عايش هنا في مصر. فلقيتهم بيقفزوا في حاجه اسمها بوجي. فبوجي دي حاجه زي اللي هو يعني بيبقى تجمع السكاي دايفرز في دروب زون في بلد من في كل شويه يعني. وبيقفزوا بقى مع بعض وبيعملوا فورميشنز وبيعملوا حاجات كده. فقلت فيش حد فيش ناس كتير خالص اعرفها يعني بتعمل سكاي دايفنج. فانا عايز اعمل حاجه جديده وبحب بقى الاكستريم سبورتس بقى والدماغ رايحه خالص مني. فيلا. مغامره الجواز بالنسبه لك اصعب ولا سكاي دايفنج اصعب؟ رحاب ولا امك يا طه؟ رحاب طبعا. لا الجواز اصعب يعني. مغامره الجواز دي مغامره. السكاي دايف ده لذيذ جدا جميل. كنت حديث الساعه في الجونه بعد الحصه اللي عملتها انت وبشرى. فاكر اليوم ده؟ يعني ما جاليش فقدان الذاكره. فاكره. ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ ماشي. احنا كنا انا كنت عامل برنامج هناك فروحت خدت بشرى من عند الاوتيل وركبنا وظبطنا الكاميرات وكل حاجه ويلا هنبتدي. المفروض بنبتدي زي انا بعمل انا وانت كده بنتكلم بنعمل بس واحنا ايه بنرايد. فانا كل حد بيجي يركب العربيه بدي واحده اي تخميسه كده وبتاع ومش عارف ايه. هي حظها بقى وحظنا احنا الاثنين بقى خمس في اللوبي بتاع الاوتيل. فانا اسف والله يا بشبش يعني ربنا والله خلاص يعني قضاء وقدر الحمد لله. قول لي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك. المغامر ما بيخافش من اي حاجه او ما بيخافش من حاجات كتير بس في نفس الوقت هو مش بيرمي نفسه في اي حاجه يعني برده بيقيس كل حاجه برده عشان يبقى سيف يعني. بيحب يسافر كتير بيحب يبقى قدام مخاطر كتير بس برده بيحسبها بس ساعات بقى بتبقى على الله بقى يعني احنا رايحين يلا. احنا دلوقتي متاكدين ان انت مغامر جامد جدا بس عشان نطمن اكتر هتعمل في ار تيست سريع كده عشان نشوف نسبه المغامره عندك كام في الميه بالظبط. يلا انا اصلا يعني انا مولود على الفي ار اصلا. يلا بينا. اعمل ايه انط يا لهوي خش في البتاعه دي. ايوه جوه الدايره. وي 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 وي. اوعى عايز اخش في الدايره دي بقى صح؟ ايوه بعدين بص دي بقى بص دي بقى بص دي بص دي بص دي لا خلي بالك انا بقول لك مولود على الفي ار. مكاوي الفي ار تيست اثبت لنا ان انت مغامر بنسبه 98% وده هيديك لقب مغامر مش سهل خالص كده. المفروض 100% ال 2% دول راحوا فين؟ بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل فويس نوت تتكلم فيها عن احساسك دلوقتي وبعد ما تنزل من الطياره هنسمع الفويس نوت دي. اسجلها دلوقتي؟ انا همشي وانت هتسجل الفويس. اوكي يلا بينا. يا محمد كاوي خلاص احنا وصلنا المطار وهنتحرك دلوقتي على الطياره بس قبل ما ننطلق على مغامرتنا كنت عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي بيعيش معاك المغامره. كان نفسي موندا اختي ونورهان طبعا. طب ايه رايك تكلم حد وماجد بقى بالمره يلا عشان ما يزعلش. طب ايه رايك تكلم حد فيهم دلوقتي وتعيشوا معانا المغامره فيديو كول؟ ماشي. الو فين؟ ايه يا نوني انا في شرم الشيخ. فين؟ هعمل حاجه حلوه انت عارفه انا نفسي اعملها. سوف اقفز فوق راس محمد. و
وعايز المره الجايه اجي معاك. لا انا ان شاء الله بظبط مع اسره البرنامج ده اللي انا يعني اللي انا اقفز معاهم في كل البلاد ان شاء الله. اسماعيليه ومعاك فلاس 1 فلاس 1 طب يلا لا اله الا الله. نجوم السماء نجوم السماء عندي معاد طيارة نفس طويل بلعات على سلام بقى عشان هنطيروا. امتى تقفل موبايلك وتبقى مش عايز تكلم حد ولا حد يكلمك؟ عامة مش بقفل موبايلي خالص، بس الوقت الوحيد اللي مش بيبقى معايا موبايلي فيه هو وانا بخصص. انت برج الجدي، بيقولوا على البرج ده ان هو مغرور شوية ومش بيسمع كلام حد، انت بينطبق عليك الكلام ده؟ اه مش بسمع، بسمع كلام نفسي بس. نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم خلاص. ايه الحاجة اللي يمكن تغامر بيها؟ مش الحياة صحتك فلوسك ده صح. إجابة صح، إجابة صح. منظر جميل تحفة تحفة. مصر حلوة قوي. مصر حلوة وناس محمد حلوة. بحبك يا مصر، بحبك يا نوران، وبحبك يا ماما، وبحبك يا ماجد، وبحبك يا بابا، بحب جد وتيتا، وشكرا كده. الحمد لله على السلامة مكاوي. احساسك ايه دلوقتي حالا؟ مبسوط قوي، كان نفسي اجي هنا بقالي 10 سنين. فيوم لما اجي اجي من الجو، مش اجي مصر حلوة قوي من فوق والله العظيم. ثلاثة نجوم السماء نجوم السماء. Thank you.
يا مكاوي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا وحدي. أول مرة في راس محمد مش كده؟ أول مرة في الجزء ده خالص. أيوه طبعا. في سينا كلها؟ في سينا كلها أول مرة. ما كانش ليك ولا أي تجربة استجمام هنا خالص؟ آخري يعني شرم الشيخ كده، لكن بقى سينا ودهب وراس محمد والحتة دي كلها أول مرة في حياتي. إيه المختلف المرة دي عن المرات اللي فاتت؟ أقول لك على حاجة، أنا لما قفزت يعني وأنا جاي النهاردة أصور، أنا عامل 50 قفزة، فأنا قلت النهاردة يعني هتبقى إيه الفرق بينها وبين اللي فات ومش عارف إيه، اكتشفت إن لأ في فرق، يعني فعلا كل قفزة ليها قصتها. وبعد كده أجمل حاجة بقى الفيو، إيه اللي فوق اللي أنا شفته ده، المية عاملة زي الإزاز، إزاز ألواح إزاز بجد، لو أنت لو قربت هتشوف نفسك فيها، منظر تحفة وبجد الفيو حلو قوي. يعني انا ما شفتش المنظر ده في حياتي، انا سافرت بلاد كتير قوي وما شفتش منظر حلو كده في اي حته في العالم، سبحان الله. يعني قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره، نشوف بقى المغامر كان موجود ولا دلوقتي ظهر فجاه على الارض. اوكي. انت بتقفز يعني كتير؟ يعني انا متحمس اكتر من انا هقفز، انا متحمس ان انا هقفز فوق راس محمد، ولا انا هشوف الجزء ده عامه من مصر. يعني ان انا بقالي 10 سنين نفسي اعدي شرم الشيخ، نفسي اروح دهب وسينا وراس محمد وسيوه والحتت دي كلها وما رحتهاش، فانا متحمس ان انا مش هروحها زي الناس عادي بالعربيه او كده يعني على الارض، لا انا هنزل عليها من السماء يعني. فدي اكتر حاجه مخليني متحمس، لكن القفز يعني احنا بنقفز، يلا ما تخافش يلا حبيبي. شفت بقى انا بقول له حبيبي وبكلم صاحبي، بكلم نفسي بقول له اقفز يلا ما تخافش. المحميه هنا فيها انواع من النباتات النادره وكمان الحيوانات النادره، انت لو في حيوان نادر عايز تقتنيه هيكون ايه؟ مش عارف، تمساح صغير وتعبان كبير. انت ما بتحب الافتراس ولا ايه؟ بحب الحاجات اللي الناس ما ينفعش تقتنيها، ما انت ينفعش يبقى عندك تمساح، ما ينفعش يبقى عندك تعبان. طيب مكاوي انت شرفتنا النهارده ونورتنا في محميه راس محمد وانبسطنا بيك، ويا رب تكون انبسطت بمغامرتنا، وفي اخر حوارنا عايزينك تاخد سيلفي مع جزيره المنجروف وكمان البحيره المسحوره وراك. يلا انبسطت جدا بجد، وبجد شكرا ليكوا جدا اللي انا يعني جبتوني هنا، بس شكرا. طيب شكرا يلا فيو عسل.
عشان